أهلا بكم في موجز أخباري. أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن زيارته للمغرب ستكون انطلاقة في حوار حقيقي دون شروط أو قيود تعلو فيه مصلحة الوطن فوق كل المصالح. وأضاف المشري في تصريح نشر على صفحة المجلس الرسمية أنه على استعداد لتقديم كافة التنازلات لإيجاد حل ينهي الانقسام، مبديا تفاؤله بما سينتج من لقاء المزمع عقده مع رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح. وأشار رئيس الأعلى للدولة أنه متوجه إلى المغرب وعلى أمل من أعضاء مجلس النواب وتعاطيهم بإيجابية مع هذه المبادرة. قال المتحدث باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا الرائد كارل جاي وايسيت إن قواتهم لا زالت في تعاون مستمر وتبادل المعلومات مع القوات التي تتبع الحكومة المقترحة في ليبيا. وأكد وايسيت لإذاعة صوت أمريكا أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها في المنطقة للمساعدة في التصدي للجماعات المتطرفة وفق تعبيره. من جانبه قال مسؤول أمريكي أن الإدارة الأمريكية لا زالت ملتزمة بالتعاون مع الحكومة في ليبيا لهزيمة ما يعرف بتنظيم الدولة تعزيز الاستقرار الدائم على أساس المصالحة السياسية بحسب قوله. تمكنت قوات حرس السواحل من انقاذ 200 مهاجرا غير قانوني من قبالة شواطئ سليطن عذرا قبالة شواطئ سليطن. المتحدث باسم البحرية الليبية العميد البحار أيوب قاسم في تصريح للتناصح الأحد أفاد بأن المهاجرين بينهم 38 امرأة وطفلا من جنسيات أفريقية وآسيوية كانوا على متن قاربين مطاطيين. وأضاف قاسم أن المهاجرين نقلوا إلى القاعة البحرية طرابلس لتقدم لهم المساعدات الإنسانية والطبية وسلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء طريق السكة. وفي خبر أخير أوردت المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقعها الإلكتروني الاثنين أنها تناقش الترتيبات مع المجلس الرئاسي المقترح بخصوص بيع شركة ماراثون لحصتها في شركة الواحة النفطية. وأكدت المؤسسة عبر موقعها شركة ماراثون لم تتحصل على موافقة المؤسسة نقلا عن رئيسها مصطفى صن الله وأن أي صفقة من هذا النوع يجب أن تحصل على موافقة المؤسسة والسلطات الليبية، مضيفا أن أي محاولة لإبرام الصفقة قبل الحصول على هذه الموافقات تعتبر خرقا لاتفاق عقد الامتياز. لمزيد من التفاصيل في نشرة السابعة مع زميلي محمد الخلاب. السلام عليكم ورحمة الله.